بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم سعر بندقية ديانة 52، هنقول لكم سعر نمرة بندقية نمرة 1. تمام، طبعا أول حاجة قبل بداية هذا الفيديو كله أطلب منك أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. زي ما شايفين حضراتكم، دي اول حاجة شكل البندقية اللي شايفين حضراتكم، دي منظرها. طبعا البندقية دي كسر زيرو، مش بنعرضها لكم احنا، بس هقول لكم السعر بتاعها الجديد واقول لكم السعر بتاعها الكسر زيرو وكل حاجة. تمام، طبعا البندقية دي 2023 سعرها يقدر تقريبا حوالي 25 أو 30 ألف، يعني من 25 ألف إلى 30 ألف تقريبا حوالي سعرها الجديدة 2023، لأن الدولار غلي، لأن كل الدولار بيغلي كل بتبقى البندقية أغلى أو أي حاجة. تمام، بتكون منها الكسر زيرو اللي هي زي ما كده، زي كده بالظبط، الكسر زيرو ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي عيب. برضو اللي حابب يشتري هذه البندقيه برضو عارضينها للبيع. البندقيه اللي زي كده الكسر زيرو بتتعرض ب 15 ألف جنيه. تمام، 15 ألف جنيه مصري. تمام، ودي منظر البندقيه الكسر زيرو. طبعا البندقيه دي نمره واحد مش نمره اتنين. تمام، برضو اللي برضو هيكون هو السعر اللي عرضت لكم اللي هو 25 ألف او لحد 30 ألف جنيه، ده عادي نمرة واحدة او نمرة اتنين، هي ما يختلفش في السعر، او هيختلف 2000 او 1000. تمام، ودي منظر البندقية الألماني. وبس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل.